ايوه ايوه يا باشا، انا كيمو. ها كيمو، في اخبار جديده يا باشا؟ مش عارف بصراحه يعني اقول لك ايه، بس النهارده حربي جاله ضيوف. ضيوف مين؟ الست الصحفيه. انا صحفيه يا باشا، الصحفيه اللي كانت موجوده لما كنت سعادتك ورؤوف بيه موجودين هنا في الحاره وبتحققوا في قضيه قتل عم رزق. اماني؟ الحقيقه يا باشا انا مش عارف اسمها ايه، بس الست دي جات مرتين الحاره. اول مره خدت حربي ومشوا على طول، المره دي قعدوا على القهوه وهات يا رغي بالساعات. كانوا بيقولوا ايه؟ الحقيقه ما سمعتش، بس هم اول ما خلصوا هي مشيت وهو طلع على المستودع. ها الكلام ده كان امتى؟ من 5 دقايق كده باشا. باشا لا مؤاخذه، انا عارف ان الحوار ده خايب، بس يعني انا قلت الاول اسالك، ابلغ قبضايا ولا بلاش؟ لا 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 لا، ما تبلغش قبضايا باي حاجه. الله يبارك لك يا باشا، انا قلت كده برضو. شوف يا كيمو، اي وقت الصحفيه دي تيجي المنطقه تبلغني على طول، فاهم؟ هو ايه حكايه البت الصحفيه دي؟ رجليها خايت على المكان وكل يوم والتاني عماله تتنطط هنا وبتسال على سي حربي. لا حكايه ولا روايه يا معلمه، كل ما في الموضوع بس ان هي يعني عملت معايا حديث وكانت جايه عشان تكمله. حديث؟ بقيت مهم يا حربي عشان البنات تجيلك من اخر الدنيا لحد هنا عشان يعملوا معاك حديث؟ يا معلمه ده شغل تبع الجورنال بتاعها. على الله يبقى شغل وبس، مش حاجه تانية. طب انا هستأذن انا معلمه بقى، اروح اشوف الاب بارك عمل ايه مع الرجاله. استنى زي، خدني معاك. طب بالاذن بقى يا معلمه. ازاي كان لازم يعني تتسحب من لسانك وتقول المعلمه انشرح على موضوع اماني؟ وانا عملت ايه غلط يعني؟ لا يا اخويا ما عملتش حاجه غلط، ده انت نقلتها بس على الاخر. يا اخي ما تقرفنيش في عيشتي بقى. الله، عملت ايه معانا؟ كلمته قلت له ان احنا عايزين نشتغل معاه. قال لك ايه؟ قال لي هيسال الناس وبعد كده يرد علينا. ناس مين؟ الناس الكبار يا زين، اللي فوق قوي قوي قوي، اللي هيخلوا الكيكه تطلع في العالم. اتفضلوا يا بهوات، اتفضلوا جراند. اهلا عزام بيه. اهلا عثمان بيه، اتفضلوا. لسه عنتر كان بيحكي لي على مقابلته امبارح مع الجدع اللي اسمه حرك. الولد ده نصاب وهجاصه وبيصطاد في المياه الهكله، ده غير انه بيبص لفوق قوي. أنا كنت فاكر إن هو هيساوم على مبلغ كبير عشان يرجع البضاعة، لكن للأسف ما تخيلتش إنه بالبجاحة دي. بقى معقول شوية العيال الصيع دي عايزين يخشوا معانا في اللعبة؟ عشان كده لازم نقطع رقبته اللي رافعها لفوق قوي يا عدلي بيه. اهدى يا رشوان، اهدى، بلاش تتهور، وبعدين من ده؟ إيه؟ هنرجع نطاطي وننخ من تاني ولا إيه؟ هننفذ كل طلباته؟ لا، بس مش انا ولا انت اللي هنقول نتصرف ازاي مع الولد ده. الباشا هو اللي هيقول واحنا علينا ننفذ. صحيح يا عدل بيه، هو انت ما اتصلتش بالباشا وبلغته باخر التطورات؟ انا اتصلت بيه وبلغته طبعا. وساعدته رايه ايه؟ رايه هتسمعوه منه هو شخصيا. هو مستنينا بعد ساعه في مزرعته. هنروح كلنا بعربيه واحده، عربيته طبعا. عنتر خلص قهوتك بسرعة، المشوار لسه بعيد، مش عايزين نتأخر على الباشا. صباح الخير يا أحمد. إزيك يا نشوى؟ هي مالها يا أحمد؟ هو في حاجة حصلت؟ سيبك منها. آه، روحي المدام شهيرة كانت بتسأل عليكي وعايزاك تروحي لها أول ما توصلي. هي اللي قالت لك؟ لا، قالت لنشوى ونشوى قالت لي بلغك. طب ونشوى ما قالتليش ليه؟ يوه، ما قلت لك سيبك منها، يلا كبري دماغك، شوفي الرئيس عايزاكي في إيه. ماشي. مدام شهيرة، اتأخرتي ليه يا أمين؟ مش في مواعيد حضور وانصراف؟ أيوة يا فندم أنا عارفة، بس نعيم بيه كان طالب مني شوية حاجات وكنت بخلصها. نعيم بيه؟ هو أنت لسه زعلانة بسبب الموضوع ده؟ أنا نسيت الموضوع بتاع نعيم بيه ده من بدري، أنا عايزاكي في موضوع أهم من كده. خير يا مدام شهيرة؟ في الجريدة عندنا في مبادئ وقيم لا يمكن التنازل عنها، وأنا عايزة أسألك سؤال واحد وتجاوبيني بمنتهى الصراحة. طبعاً تحت أمرك. كتاباتك الأخيرة أنت اللي بتكتبيها ولا في حد بيساعدك؟ أفندم؟ أظن سؤالي واضح، حد بيساعدك في كتاباتك؟ آه ولا لأ؟ لأ طبعاً. يعني المواضيع دي كلها بتاعتك لوحدك مش بتاعت حد تاني؟ ممكن أفهم إيه لازمة الأسئلة دي كلها؟ هو في حد قال لحضرتك إن أنا سرقت موضوع منه؟ أنا اللي بسأل، وعايزاكي تردي عليا بمنتهى الصراحة، الموضوع ده حصل ولا لأ؟ لأ طبعاً ما حصلش. ولو سمحت يا مدام شهيرة، أنا ما اسمحش لحد يتهمني باتهام زي ده.
وموضوع تعذيب أقسام الشرطة والربط السياسي ما بين الأحياء الشعبية واللي بيحصل في البلد، كل دي أفكارك ولا أفكار حد تاني؟ مدام شهيرة، أظن أنك عارفاني كويس من أيام ما كنت بتدرب عندكم وأنا في كلية إعلام، وبرضو بعد ما اتخرجت جيت اشتغلت عندكم، وأنت عارفة أخلاقي كويس. بس مدام حضرتك بقى شاكة فيا، يبقى استقالتي هكون عندك بكرة الصبح. عن إذنك. هي نشوة فين يا أحمد؟ هي مدام شهيرة كانت عايزاك عشان موضوع نشوة؟ إيه ده؟ هو أنت كنت عارف؟ عارف. أماني! أماني! عايزاكي. ايه ده؟ سيبي ايدي. قلتلك تعالي. انت جننتي. تعالي ادخلي. ايه اللي انت بتعمليه ده يا اماني؟ هو كان جرى ايه يعني؟ الكلام اللي انت رحتي قلتيه لمدام شهيره ده، بقى انا بسرق افكارك وبنسيبها لنفسي؟ مش هو ده اللي حصل؟ نعم. انت بتكدبي الكدبه وبتصدقيها. انا ما بكدبش يا ست اماني، وانت عارفه كده كويس. انت حكيتي قدامي اللي شفتيه، وانا اللي فكرت واقترحت عليكي. والله يا بنتي انت كنت عماله تتريقي عليا، وانا اللي طورت الحكايه وكتبتها. وبعدين لما انت كنت عاوزه تبقي معايا ليه ما قلتليش؟ وهو يعني ساعتها انت كنت هتوافقي؟ مش مشكلتك اوافق ولا ما اوافقش، مش مشكلتك، بس على الاقل كنت ممكن احترمك. انا مش مصدقه تروحي لمدام شهيره وتتهميني التهمه دي. للاسف طلعتي انسانه حقوده ومريضه، بس روحي تفتكري بقى اللي انت عملتيه ده هيكبر منك ولا هيقلل مني. عن اذنك يا أستاذ. الباشا مستنينا. اوكي. عدلي عبد العال المحامي وصل. اتفضل. اتفضل. الباشا هيكون معاكم حالا على اجل المهل، على اجل من راحته. عنتر وعزام ورشوان جولك يا باشا حسب الأوامر. شكلكوا كبرتوا ورحرحتوا وجبعتوا وريحتوا. الله تنفع أغنية. ما تخلي بنت من البنات اللي عندك يا عزام تغنيها في الكباريه. أقول لكم إيه؟
ما انتوا خلاص فعلا الظاهر ما بقيتوش حمل الشقه والشغل. ده انتوا بينكوا ما بقيتوش حمل الوقفه حتى. عادوا عادوا عادوا. قول لي يا عنتر، الجدع ده اللي اسمه حربي ده